طيب، تعرفنا بالفيديو الماضي على شغلات كتير مهمة عن الداتا بيز، لهيك اللي ما حضر الفيديو الماضي فيا ريت يرجع للفيديو الماضي يحضره كاملا ويرجع يكمل معي هلأ بهذا الفيديو. طيب، نحن بالفيديو الماضي اتفقنا انه المايجريشن هي المسؤولة عن انشاء الجداول ضمن اللارافيل، يعني اللارافيل بتسهل لي الامور دائما كونها هي فريم ورك، فساوت لي شيء اسمه المايجريشن، هو اللي بيتحكم بالجداول، هو اللي بيسمح لي اني ساوي جدول، هو اللي بيسمح لي اني ابعت الجدول على الداتابيز على الماي اس كيو ال، واني اضيف كولوم للجداول تبعي وحددت الداتا تايب تبع كل عمود، يعني مثلا النيم عباره عن سترينج وغيرها من الامور. هي كلها رح بتكون عن طريق المايجريشن، واتفقنا على اتفاق كتير مهم انه رح بنساوي مشروع جديد هلأ. مهمة هذا المشروع ادارة المهام، تاسك مانجر، تمام؟ لهيك رح روح لساوي مشروع لارافيل جديد. طيب، نحن كنا ماشيين بهذا البروجكت سابقا، هلأ صار الوقت لحتى افتح مشروع جديد اتفقنا، كرمال فوت بامثلة واقعية اكثر وصير عندي داتابيز وغيرها من الامور. لهيك لو بروح على الملفات تبعاتي اتفقنا نسمي الفولدر كورس لارافيل، فانا عندي اكثر من نسخة مشروع لساته جديد. اتفقنا انه كل شيء كوبي انا عملته هدول نسختهم لما كان المشروع، اول مشروع سويته كان فاضي، فانا نسخت اكثر من نسخة منه فصار هدول المشاريع فاضية كأني هلأ كريتت هذا المشروع، فانا بس بغير اسمه، تمام؟ كرمال اتفقنا انه وضح لحالي انه هذا المشروع عم بشتغل عليه مانو جديد، اما كل شيء نسخ كوبي هي لساتها جديدة. طيب، هذا البروجكت رح سميه انا تاسك مانجر، تمام؟ وسموه انتو، عفوا بس هون في غلط، وسموه انتو طبعا نفس هذا الاسم كرمال تعرفوا انه هذا البروجكت خاص بادارة المهام. طيب، كيف بفتح هذا البروجكت؟ بروح على الفي اس كود على الفايل اوبن فولدر، تمام؟ اخذني على الكورس لارافيل، انتو بتفوتوا اذا ما كنتوا بالمسار انتو حسب وين حطيتوه، فانا بدخل على التاسك مانجر على هذا المشروع الجديد وبعمل سيلكت فولدر. كتير ممتاز. طيب، المايجريشن وين موجودة بمشروعي الجديد؟ لاحظوا في شيء مجلد اسمه عندي اياه اسمه داتابيز. طيب، مو انا اتفقنا انه اصلا المايجريشن هي اللي بتدير الداتابيز، فانا بفتح فولدر الداتابيز، لاحظوا شو عندي. انتبهتوا على المايجريشن؟ لا تهتموا ببقية الفولدر، اتفقنا انه كل شيء بوقته بنتعلمه، لانه الشغلة اللي بنتعلمها بوقتها خلاص طالما انا محتاجها فانا بتعلمها وما بنساها ابدا. اما لو اني بدي اعلمكم شغلات ما بحتاجها بالوقت الحالي بحتاجها بعدين مستقبلا، فانتو طبعا رح تنسوها وما رح نستفاد منها شيء غير ضياعة الوقت. لهيك هلا انا بحتاج المايجريشن. لاحظوا لما فتحت المايجريشن شو طلع لي؟ طلع لي 3 جداول. لاحظوا شو؟ هي عبارة عن جداول، كل ملف هو جدول. طيب، هدول من وين اجوا الجداول؟ هدول لارافيل حطت لي اياهم بشكل افتراضي ضمن كل مشروع انا بساويه. لاحظوا شو اسمه، يعني كيف بقرا اسمه لهذا الجدول؟ لاحظوا ما بهمكم هذا الرقم الموجود موجوده، هي وقت بتكون تاريخ انت بتساوي وقت تساوي المشروع، لكن لارافيل حطته بهذا المنظر، راح بيكون هون اسم الجدول اللي هو يوزرز، تمام؟ بين كرييت وبين تيبل، تمام؟ طبعا دوت بي اتش بي. طيب، ثاني واحد شو رايكم اسمه؟ اسمه كاش. طيب، الثالث اسمه جوبس. طبعا هي ما رح نتعرف عليهم هلا انه شو فائدة هذه الجداول الموجودة هون، خلونا مركزين حاليا على الشيء اللي بدنا اياه. طيب، هلا صار الوقت لحتى افتح الاكزام تبعي، متفقنا انه ننزل اكزام، وطبعا فيكم تفتحوا من البحث، فيكم اذا ما لقيتوه اكزام كنترول بانل، تمام؟ فانا بعمل ستارت للاباتشي وللماي اس كيو ال، طبعا لازم يكونوا ضاويين باللون الاخضر، اذا ضاويين باللون الاخضر اموركم تمام. طبعا كيف افتح الماي اس كيو ال؟ راح اكبس على الادمن، تمام؟ هي انتبهوا لها كثير منيح، كل ما بدي فوت على الماي اس كيو ال فبروح بكبس على الادمن، تمام؟ لاحظوا شو بصير لما اكبس. لاحظين وين اخذني؟ على اللوكال هوست بي اتش بي ماي ادمن. هدول شو يا ترى؟ هدول الداتا بيز اللي عندي، يعني كل مشروع بيكون فيه له داتا بيز خاصه فيه، تمام؟ انا مساوي هي الداتابيز حاليا، هدول من الموجودين. طيب، مشروعي اللي عم ساويه هلا لازم يكون في له داتابيز مربوطه فيه، كمان يتخزن المعلومات تبعاتي هون من الجداول اللي لاقيها هون وهي والمعلومات. طيب، انا شو الطريقه لحتى اربط هذا البروجكت تبعي بالداتابيز هون؟ انا مو لازم ساوي داتابيز، لاحظوا كل وحده في لها اسم، فانا بقدر كريت داتابيز هون، بقدر اعمل نيو داتابيز، تمام؟ بعطيه اسم لهذا الداتابيز وبقول له كريت.
لكن في طريقة تانية أنا كمان فيني بدل ما أروح هنيك أعمل اسم للداتابيز، فيني دخل اسم الداتابيز هون، ولما أبعت الجداول تبعي لهداك المكان يلي هو MySQL فهو بيقول لي يا ترى هل اللي عم بتكريته أنت موجود ضمن الداتابيز؟ رح بيقول لي هو مانو موجود، فبيقول لي بدك كريت لك يا أنا، فأنا بقول له أي خلاص كريت لي إياها. هلا بتشوفوا يعني لا توجعوا راسكم كثير فيها، هلا بتشوفوا كيف بساويها. يعني انا لاربط البروجكت تبعي بالداتابيس تبعه رح روح على .env تمام، هون بساوي الاعدادات تبعي كرمال اربط بالداتابيس تمام. هي اللي هي الاي ان في اللي هي environment variable تمام. رح بتلاحظوا لو بتنزلوا بس شوي صغيره لتحت لاحظوا شو موجود عندي، لا كبرنا كثير، شايفين الداتابيس هي اللي هون، شو مكتوب هون؟ الكونكشن يلي هو SQL لايت. طيب انا ما عم بستخدم SQL لايت، انا بستخدم MySQL. لهيك لارافيل 11 بهذا التحديث الجديد صارت تخلي باي ديفولت مربوط بالSQL لايت، لكن انا مو شغلي مع الSQL لايت، انا بستخدم MySQL تمام. فبحذف الSQL لايت وبرجع بحط MySQL. هي سابقا بالإصدارات القديمه كانت دائما موجوده بشكل افتراضي MySQL ومربوطه فيه بشكل عادي، لكن بهذا التحديث الجديد لارافيل صارت تخلي الديفولت انه SQL لايت. لكن انا طبعا بستخدم الماي اس كيو ال مثل ملاحظين تمام ضمن اكزامب. طيب وهذا الشيء اللي تحته شو هو يا ترى؟ كمان هو داتابيز عليهم كومنت تمام. فانا بشيل الكومنت بكبس كنترول سلاش تمام، او فيني احذف كل مربع كان موجود هون. فلاحظوا شو عندي، عندي الهوست بتعرفوا له هذا الرقم اكيد وقت كنا عم بختبر الاي بي اي اللي هو 127.0.0.1. عندي البورد تبعي من اللي هاد، عندي الداتابيز. لاحظوا هون الداتابيز هذا الشيء اللي بيهمني. انا حاليا عدلت الكونكشن سويته ماي اس كيو ال، وبدي اعدل الداتابيز تبعي، بدي اغير اسمه محطوطه لارافيل. طب انا بدي اسمي الداتابيز شو ما بدي على كيفي كرمال اربطه ضمن الماي اس كيو ال. طيب انا راح اعطيه اسم، خلوا الاسم حسب المشروع تبعكم كرمال ما تتخربطوا ابدا، مهم كثير انه يكون نفس المشروع تبعكم. تاسك مانجر تمام، كرمال ما ضيع حالي بانه داتابيز تبعي تمام. وبعمل كنترول اس بسيف شغلي، كثير ممتاز. يعني انا قلت له يا بروجكت انت مربوط بداتابيز اسمها تاسك مانجر، فهي التاسك مانجر لازم تكون موجوده هون تمام، لازم يكون في هون داتابيز اسمها تاسك مانجر. لكن هل يا ترى موجوده هون؟ لا ما انا موجوده، فيني كريتها طبعا من هون ببساطه، لكن خلونا هلا ماشيين من هنيك تمام الامور لحد الان. رح سكر الاي ان في. طيب انا بدي ساوي التابل تبعي، متفقنا انه بدي اعمل اداره مهام، فلازم يكون عندي جدول اسمه تاسك يلي هو الاداره تبع المهام. فلازم يكون عندي جدول اسمه تاسك، هذا التاسك اللي فيه حكينا التايتل ديسكريبشن البريوريتي وغيرها من الامور اذا بدي بعدين. فانا بروح طبعا على التيرمينال، اتعودنا على التيرمينال طبعا صرنا عن طريق اوامر ال php artisan command. فانا بقول له php artisan. artisan شو يا ترى؟ انا طبعا ما بعرف شو تعليمه المايجريشن كرمال ساوي جدول جديد وضيفه على الداتابيز على المايجريشن. هون بينزل التابل الجديد اللي بساوي. طبعا كيف بساوي تابل جديد؟ راح اروح على الملجا اللي دائما بروح له اللي هي الداتابيز. انا فاتح على المايجريشن تمام، فانا كيف بعمل جنريت لمايجريشن؟ راح انزل لهون تمام، راح لاقي انه عم يقول لي اذا بدك تولد مايجريشن فانت لازم تستخدم الارتيزان كوماند تو جنريت ا داتابيز مايجريشن. كرمال تساوي نيو مايجريشن راح تنزل هي بالداتابيز مايجريشن. صحيح هذا الحكي يلي هو المجلد داتابيز مايجريشنز. طيب انت كرمال تنزل مايجريشن جديد يلي هو تيبل جديد، فانت بتاخذ هذا الامر فيك تعمل له كوبي من هون وبروح على الفي اس كود وبمسح اللي كتبته بلصقه وبعطيه رايت كليك تمام. ولاحظوا شو طلع لي php artisan make. نحن اتفقنا انه الميك بتولد لي شيء، فهي ميك شو؟ ميك مايجريشن. كثير واضحه، انا مو بدي اسوي مايجريشن، فهي ميك مايجريشن. كثير ممتاز. طيب مو اتفقنا انه دائما وقت اعمل ميك كذا فانا بعطيه اسمه؟ لاحظوا بس هون التيبل اللي عندي بعطيه بهذا المنظر، بقول لك كرييت تمام. لاحظوا هي ثابته رح بتكون كرييت تيبل تمام. يعني إذا بمسحها أنا عملت migration أموري تمام، فبعمل create تمام underscore، بعد هاي underscore بعطيه اسم التابل تبعي. طيب شو اسم التابل تبعي؟ بسميه tasks.
بدي اياكم تتفقوا على هاي النقطة وما تنسوها ابدا، انه الجداول دائما بتنتهي بالجمع، تمام؟ جمع الكلمة. فانا بقول له كمان اندرسكور، وبقول له هون شو كان يحكي له؟ كان يقول له كرييت واخر شيء تيبل، فانا بقول له تيبل، تمام؟ هلا شو المفروض اعمل له؟ اعمل له بس انتر. لاحظوا شو بيصير، لاحظوا كيف كريت عندي التيبل اللي هو تاسكس. فانا بدخل على هذا التيبل، لاحظوا شو راح يطلع لي، امور كتير غريبة طبعا عليكم. هون موجود اسم الجدول تبعي، اتفقنا انه دائما بيكون احرف صغيرة وهو بالجمع، وهون عندي باي ديفولت نزل عندي شغلتين، تمام؟ لاحظوا هون بحدد الاعمدة تبعي، تمام؟ بين هاي الاقواس، لاحظتوا كيف؟ هون عندي الاعمدة تبعي اللي هي الكولوم، عندي اول عمود اللي هو بعمل عن طريق تيبل، تمام؟ وبقول له اي دي سيمي كولوم. انا هيك ساويت عمود اسمه اي دي. طيب شو هي هاي التايم ستامب كمان؟ هاي الموجوده كمان بشكل افتراضي، هاي بتحدد لي امتى كريتت المعلومات وامتى عملت لها ابديت، تمام؟ هاي بشكل افتراضي موجودين، فانتوا لا تحسبوا شيء منهم، اتركوهم مثل ما هن، انا بدخل معهم معلوماتي. طبعا الاي دي شيء اساسي جدا، والتايم ستامب خلوها دائما موجوده. طيب جدول المهام تبعي، هل يكفي انه يكون فيه الاي دي وفيه تبع الكرييت والابديت امتى صار على الجدول، على عفوا يعني على السجل اللي هو الريكورد اللي بيكون ضايفه؟ لا اكيد ما بيكفي، اتفقنا انه كل مهمه في لها تايتل اول شيء. فانا كيف بعمل تايتل؟ كمان بقول له تيبل نفس النسق، تمام؟ فانا بقول له تيبل اوف، اوف شو يا ترى؟ بدي اقول له نوع الداتا تايب، تمام؟ هون بحدد نوع الداتا تايب، تيبل نوع الداتا تايب، تمام؟ شو نوع الداتا تايب انا بدي اياه؟ طيب ما هو تايتل، التايتل شو بياخذ؟ بياخذ سترينج، طبعا مو رقم، فانا بقول له سترينج، تمام؟ لاحظوا كيف اعطاني سترينج وفتح لي قوسين. طيب ضمن هذا القوسين ليك شو اعطاني؟ اعطاني بتحدد الكولوم، اسم الكولوم، تمام؟ وطبعا اذا بدي بعدين بحدد قديش بيستقبل، قديش طوله يعني لهذا النص اللي بيتدخل، فهو ما بيسمح لي بنص اكثر. فانا لا بس بدي اقول له اسم هذا الكولوم ضمن سجل كوتيشن، فبقول له اسم هذا الكولوم هو تايتل. كتير ممتاز، انا سويت اول عمود لإلي، وعندي تاني شغله اللي هي ديسكريبشن، وصف هاي المهمه، فبقول له تيبل، بدي اقول له كمان عباره عن سترينج، وبدي اقول له ديسكريبشن. كتير ممتاز، وهي سيمي كولون. طيب واخر شغله موجوده ضمن جدول التاسك حاليا، بدي ادخل له البريوريتي، فانا بعمل تيبل، طبعا البريوريتي هي عبارة عن انتجر بيدخل له رقم، مثلا الأولوية 1، أولوية 2، أولوية 3، ممكن للعشرة بعدين بنقرر شو مساوية. فأنا بدي أقول له انتجر، تمام؟ هي عدد صحيح، وبدي سمي الكولوم تبعي هو عبارة عن بريوريتي، وهي سيمي كولون. كتير ممتاز، هي التابل تبعي صار جاهز. متفقنا أنه التابل تبعي بشوفه ضمن الداتابيز هون. طيب الداتابيز تبعي لساتها ما أجت لهون، فانا كيف ببعت الجداول من هون للماي اس كيو ال تبعي على البي اتش بي ماي ادمن؟ مو برايكم لازم يكون في تعليم تبعت لي جداول المايجريشن لهون؟ فانا لو بروح ببحث ضمن الدوكيومنتيشن، لو بطلع لفوق لاحظوا شو موجود هون، انترودكشن، هون جنريت، هون في شيء اسمه رننج مايجريشن، تمام؟ كيف بعمل رن للمايجريشن تبعي؟ عم يقول لي كرمال تعمل رن لكل المايجريشن تبعاتك، فانت لازم تنفذ المايجريت ارتيزان كوماند. شو هي هاي التعليمه اللي بتعمل لي رن للمايجريشن تبعي؟ رن يعني بتبعت لي، هي المايجريشن بحد ذاتها هي عباره عن تهجير، فينا نقول هي معناها يعني بتهجر التيبل تبعك من البروجكت تبعك للبي اتش بي ماي ادمن على اللوكال هوست تبعك، فانت بتنفذ هذا الامر. هذا الامر لازم ما ننساه طبعا، ودائما رح بنساوي، بتحبوا تسجلوه عنكم، بتحبوا تضلوا متذكرينه، شو بتحبوا تتصرفوا، ما في مشكله. انا برجع على البروجكت تبعي، لو بقول له بي اتش بي ارتيزان مايجريت، انا المفروض حفظته، يعني التعليمه جدا بسيطه اصلا. هديك بنعمل مايجريشن وبقول له اسم الجدول وكرييت تيبل، اما هون بقول له بي اتش بي ارتيزان مايجريت بس، تمام؟ شايفين البساطه، وبس بعطيه انتر. لاحظوا شو عطاني تحذير، عم يحكي لي انه the database task manager does not exist on MySQL connection، انه ال database اللي هي task manager اللي انا حطيتها بال env هون، تمام؟ وين ال database؟ ليك ال task manager هاي ما انا موجودة ضمن ال MySQL، فبدك يعني انا كريتها بنفسي،
فأنا بقول له يا يس يا نو. أنا طبعا بدي أخلص هو يكريتها لحاله، ما في داعي أروح أعمل هنيك أعمل نيو داتابيز. أنا لو كنت حاطط اسم الداتابيز هون ونزلت هون وعملت مايجريت، فلمباشرة بتنبعث لهون، لأنه هو بيبحث بين الإي إن في اسمه وبين اسم الداتابيز اللي هون. بس هلأ لما عملت له مايجريت وما لقاها، فهو عم يقول لي بدك كريت لك إياه، فأنا بقول له يس، وفين له بس واي. تمام، لاحظوا شو عطاني. تمام، طالما كله عامل لي انه دن معناته انتهى، معناته كل اموري سليمه، كله انبعت، كل شيء جداول عندي اياها اترحلت على الماي اس كيو ال. يعني لو بروح هلا على الماي اس كيو ال بالبي اتش بي ماي ادمن، يا ترى هل بلاقي كل الجداول تبعاتي؟ بنجرب. راح اعمل اول شيء ريفريش للصفحه، طبعا ما تنسوا. طيب بدور انا شو سميت الداتابيس تبعي، راح ادور على اسمه. وينه ليك مثل ملاحظين تاسك مانجر، كتير ممتاز. رح افتح علامة البلوس، فأنا بفتح الداتا بيز تبعي، بلاحظ انه بلاقي كل شي جداول عندي اياها موجودة. طب انا شو ساويت جدول بتتذكروا هلأ شو سميته؟ تاسكس، ليكو التاسكس، كتير ممتاز. موجود فيه عمود الاي دي، وفيه التايتل، وفيه الديسكريبشن والبريوريتي، وهدول تبع الكرييت والابديت تبع التايم ستامب اللي كانت موجودة، والاي دي ليك موجودة اصلا. انا هدول اللي دخلتهم عندي، كتير ممتاز. طيب هاي الجداول كلها عبارة عن شو؟ باللارافيل 11 مثل ما قلت لكم صاير تحديثات جديدة، فحتى في الجداول الموجودة هون في أكثر من جدول، مثلا اليوزرز، لاحظوا شلون صار لما ينبعث جدول يوزر فيه أكثر من جدول موجود ضمنه، عندي يوزر، عندي تبع الباسورد، عندي السيشنز، فإذا بتلاحظوا ليكن كلهم مبعوثين هون، هي السيشنز وهي الباسورد واليوزرز ليكن موجود هون. تمام، فلو بفتح اليوزر كمان نفس الشيء، اي دي نيم ايميل كلها موجوده، نفس المعلومات اللي مدخله هون. طيب كتير ممتاز، ما رح نطول هذا الفيديو اكثر من هيك، حاولوا مكنوا هاي الافكار وبشوفكم بالفيديو الجاي.